التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، حيث أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، كما تسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتيسير إجراءاته بالسرعة المطلوبة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس السيسي على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة للمنظومة القضائية. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده أو جيش بلاده الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد سيستعيد الأسبوع المقبل مدنا أخرى في منطقة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمها رسميا. وقال زيلنسكي أنه خلال هذا الأسبوع تم رفع أعلام أوكرانية فوق دونباس حيث تقع منطقة دونيتسك، مضيفا أنه سيتم رفع المزيد من الأعلام خلال الأسبوع المقبل. رحب وزير الدفاع الأمريكي ويلد أوستن بسيطرة الجيش الأوكراني على بلدة ليمان شرق البلاد، وقال إنه نجاح مشجع في ساحة المعركة من شأنه أن يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي. واستخدمت روسيا بلدة ليمان كمركز لوجستي لنقل عملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وأشار أوستن إلى أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها روسيا لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب والغرب، مع مواصلة روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت قبل أكثر من 7 أشهر. حذر رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية توني راديكين من إمكانية أن يضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة المتحدة ويعطل أنظمة اتصالاتها ويعزلها عن العالم. وقال راديكين أن الرئيس الروسي لديه القدرة على مهاجمة الجي بي اس والأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات، وأشار إلى أنه توجد مجموعة كاملة من الخيارات التي يمكن أن يستخدمها بوتين ضد الغرب، من تخريب الغواصات والصواريخ النووية إلى حرب المعلومات. أكدت شركة غازبورم الروسية في بيان لها إمكانية إنهاء عقد توريد الغاز إلى مولدوفا في أي لحظة بسبب عدم سداد الديون السابقة. وأعلنت الشركة أنها زودت مولدوفا بكمية من الغاز بلغت 5,700,000 متر مكعب يوميا في أكتوبر. وقال البيان أن مولدوفا تنتهك بانتظام أحكام العقد فيما يتعلق بشروط سداد قمة كمية الغاز الموردة حديثا. لقي 147 شخصا حتفهم وأصيب نحو 180 آخرين خلال تدافع وشغب بعد مباراة كرة قدم في استاد بمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا. وأمر رئيس إندونيسيا جوكو ويديدو رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق في الحادثة. وطالب ويديدو السلطات بإعادة تقييم التأمين بمباريات كرة القدم. وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوة الشرقية للصحفيين أنه بعد المباراة التي فاز بها بيرسيابا سورابايا بنتيجة 3-2 على أريما، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز مما تسبب في التدافع وحالة الاختناق. لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخران بجروح خطيرة إثر تحطم مروحية من طراز يورو توبر تابعة للبحرية المكسيكية بولاية تاباسكو. وذكرت صحيفة ميلونيو على موقعها الإلكتروني أن ممثلي السلطات وصلوا إلى موقع الحادث، لافتة إلى أنه لم يتم الكشف عن معلومات حول أسبابه المحتملة. هذا ولم تعلق الإدارة العسكرية على الواقعة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.